بكم مشاهدينا الكرام، وأحداث النهار ساعتان يوميا لمتابعة أبرز التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. بطبيعة الحال كنا نتابع الآن على الهواء مباشرة هذا المؤتمر الصحفي بين رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجابوني، أبرز ما تم التطرق إليه ربما حتى في صياغة ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره، وصفه بأنه صديق عزيز لمصر، أن مصر تقدر مواقف الجابون ورئيسها شخصيا الداعمة للإرادة المصرية. تم استعراض مجالات التعاون المختلفة التي يمكن أن تعزز العلاقات السياسية، أو بمعنى أدق التي يجب أن ترتقي لمستوى هذه العلاقات السياسية. ربما أشار الرئيس في هذا للتعاون في مجال الرعاية الصحية والزراعة والثروة السمكية، بالتحديد المجال الاقتصادي بصفة عامة، ومسألة التبادل التجاري كانت محل تدقيق من الرئيس فيما يخص التجارة البينية. أيضا مصر تسعى لتقديم البرامج التنموية المصرية المختلفة وفقا لمتطلبات الأشقاء في الجابون، هذا ما ذكره الرئيس السيسي. كان هناك حديث أيضا عن الملفات سواء المرتبطة بإفريقيا، كما هو الوضع في إفريقيا الوسطى، مصر والجابون من الدول المشاركة في قوات حفظ السلام هناك. تم التطرق لملف بوروندي، وضع مصر في أو مقعد مصر في مجلس الأمن الدولي والتنسيق فيما يتعلق بمسألة إصلاح مجلس الأمن وإمكانية التعاون في المجالات التي يمكن استغلالها والبناء عليها في هذا الشأن. ربما ما تحدث به رئيس الجابون هو صدى لذات الملفات، التشديد على الشراكات التجارية والتفاؤل بما تم توقيعه من اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون اليوم، بالإضافة لذات الآراء تقريبا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بالأوضاع في ليبيا التي يجب حلها في إطار سياسي وسلمي بعيدا عن الخيار العسكري. ربما ذكر أيضا الضيف أن الانتخابات التي أجريت العام الماضي تؤكد عودة الأمور لنصابها في مصر، وكانت هناك إدانة واضحة منه للعملية الإرهابية التي جرت في القاهرة وأيضا في سيناء. بطبيعة الحال يعني هذا ملف يفرض نفسه الآن للحديث عنه، ليس فقط في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين، ولكن في الإطار الأوسع العلاقات المصرية الإفريقية. ونحن تفصلنا ساعات قليلة عن استضافة المؤتمر الخاص بالاستثمار في إفريقيا في شرم الشيخ، ولكن الزاوية الأكبر التي نخصصها اليوم في أحداث النهار هي للحديث عن الدكتور بطرس بطرس غالي، هذه القيمة والقامة السياسية والدبلوماسية التي فقدناها، والتي يجب أن نلتقط ردود الأفعال العالمية إزاء هذا الفقد، ويعني التمثيل المشارك في جنازة الفقيد لنعيد التأكيد على هذه القيمة والقامة. كما ذكرت، أول مصري وعربي وأفريقي يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، ولولا الفيتو الأمريكي لكان قد امتد هذا المنصب له لولاية ثانية. قراءة كثيرة في الشخصية، في العمل الدبلوماسي، في معنى مهندس السلام أو عملية السلام كما أطلق عليه، زوايا كثيرة. بطبيعة الحال يشرفني أن يكون ضيفي للحديث عنها سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مشرفنا يا فندم. شكرا يا فندم. أهلا بحضرتك. اسمح لي بس نبتدي بالأحدث توقيتا، ما التقطت من هذا المؤتمر الصحفي؟ ربما الحديث عن علاقات دافئة جدا ما بين الرئيسين يحمل في طياته ما هو أكبر وأهم فيما يخص العلاقات الثنائية والعلاقات المصرية الإفريقية. يعني في نقطتين أتوقف عندهم في المؤتمر الصحفي اللي تابعناه للسيد الرئيس والرئيس علي عمر بونجو. طبعا حضرتك والسادة المشاهدين تعلمون أن علي عمر بونجو والده عمر بونجو من رواد حركة التحرر في أفريقيا، صحيح، ومن زعماء أفريقيا الكبار، والجابون بتلعب دور رئيسي ليس فقط في القارة الأفريقية ككل، وإنما داخل المجموعة الفرنكوفونية في أفريقيا.
لكن انا استوقفني امرين في ما قاله الرئيس علي عمر بوجو. اول شيء ان هو اشار الى مصر ان هي قوه اقتصاديه افريقيه كبرى. صحيح. النقطه الثانيه اثنى على جهود وسياسات الرئيس السيسي على محورين. المحور الاول الانفتاح الكبير على افريقيا، والمحور الثاني واحب ابرزه هو اشارته الى المؤتمر الذي عقد في بدايه العام الماضي في مصر، ونشأ عنه ونتج عنه التوقيع على معاهده بتضم ثلاث كتل اقتصاديه لخلق منطقة تجارة حرة تمتد من الكاب جنوب أفريقيا حتى القاهرة مصر في الشمال. ويعني طبعا هذا بيستلزم إقامة بنية تحتية في مجال النقل والمواصلات للتخديم على هذه منطقة التجارة الحرة. وكما تعلمين حضرتك في مشروع طموح جدا يتمثل في إنشاء طريق بري يربط ما بين القاهرة وبين الكاب في جنوب أفريقيا، يعني يربط شمال أفريقيا بجنوبها مرورا بالوسط وبشرق أفريقيا. و يعني طبعا عندما يتحقق هذا الحلم الأفريقي الكبير ده هيساهم كثيرا في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين الدول اللي هيمر فيها هذا الطريق. هم دولة حضرتك النقطتين. النقطة يعني النقطة الثالثة انه الرئيس علي عمر بونجو حرص ان هو يشير في مقدمة كلمته ان هو شارك في احتفال مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة في اغسطس الماضي، وطبعا كانت لفتة دبلوماسية كريمة من جانبه. يعني ربما الحديث المشترك عن الرئيسين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتبادل البيني ما بين البلدين وضرورة أن يرتقي هذا للعلاقات السياسية، وأود سريعا أن أربط هذا بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا الذي تستضيفه مصر خلال ساعات. إلى أي مدى مسألة البعد الاقتصادي وضرورة رفع درجة العلاقات في هذا المجال مش بس بين الدولتين ولكن بين مصر ودول القارة السمراء واستهدافه في هذا المؤتمر تحديدا يمكن أن يبنى على الاتفاقية اللي حضرتك ذكرتها اللي هي شرم الشيخ 2015؟ يعني يعني هو طبعا مما لا شك فيه أنه في ظل نظام العولمة اللي نعيش فيه التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الدول بتلعب دور كبير جدا في التأسيس لعلاقات سياسية قوية وراسخة. لكن طبعا عندما نتحدث عن هذا الشأن في إطار القارة الأفريقية يعني يجب أن نأخذ في الحسبان مسألة البنية التحتية اللي يجب أن تكون متوفرة لخدمة طموحات وأهداف زيادة المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول الأفريقية. وأعتقد أنه ده يعني حضرتك يعني وعندما نتحدث عن البنية التحتية في مجال النقل والمواصلات احنا بنتحدث طبعا عن النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي. عندما تنجح القارة الأفريقية في تغطية القارة بشبكة نقل ومواصلات كبيرة أعتقد أنه دوت بطبيعة الأمور هيؤدي إلى زيادة المبادلات. على سبيل المثال عشان إحنا عشان رجال الأعمال المصريين على سبيل المثال أو المسؤولين المصريين يزوروا غرب أفريقيا عليهم أن يمروا بأوروبا ده من مجال النقل الجوي يعني. فطبعا ده يعني يوم ما يستطيعوا
سواء اللي في غرب أفريقيا يجي رأسا على القاهرة أو اللي في القاهرة يتوجه رأسا إلى أي عاصمة. أنت تتحدث عن أسس لوجستية يعني للتأسيس. البنية التحتية لها. البنية التحتية يعني عندما دايما نستمع إلى دي طموحات مشروعة طبعا زيادة التبادل التجاري. أستاذ حضرتك بس فقط لمتابعة مشاهدينا، نحن ما زلنا نرصد لحضراتكم الاستعدادات للجنازة العسكرية التي ستشهدها مصر لفقيد الدبلوماسية المصرية الدكتور بطرس بطرس غالي، ولهذا في هذه النافذة الثالثة هناك نقل حي مباشر من محيط مسجد المشير طنطاوي استعدادا لهذه الجنازة العسكرية، وبالتالي هذه الزاوية الموازية التي نتحدث فيها. تفضل سعد سفير. فحضرتك يعني عندما نتحدث عن هذا الموضوع يجب دايما أن نأخذ في الحسبان مسألة الشبكة متكاملة وحديثة للنقل والمصادر. طيب أستاذ حضرتك أعتذر للمقاطعة مرة أخرى، نتحول سريعا لقصر الاتحادية و هذا التوقيع المشترك ما بين الجانبين المصري والجنوبي والجابوني على عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات. معالي وزير الخارجية.